بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا يا سامي. وفلا هلا بيك. نورت نورت حبيب تسلم. نبي بس الحين قبل ندش بالفلود. فلود طبعا موالة موال خانات كثيرة، ولكن تقدر تسوي بريست. الحين نروح له بعد شوي، بس بغيت أسوي شغلة علشان نسوي كاركترات نركب حركة على أي شخصية. لازم تكون الشخصية قبل لا نسوي لها كاركترايز لازم تكون تيبوز. يعني الحين إذا رحنا على الموشن بيلدر، في حركات أنا نزلتها من ترو بونز كثيرة مقسمين حلو، يعني حتى حركتهم حلوة. عنديش على أي واحدة نلاحظ هني إن يا مو تي بوز، يعني نجيب واحدة ثانية. يعني نلاحظ ان اول فريم صفر مو تي بوز، فهني ما نقدر نسوي لها كاركترايز، ما نقدر ناخذها للمايه وبالطريقه هذه، لان اصلا لازم تسوي لها كاركترايز هني بالموشن بيلدر. فعلشان نسويها تي بوز عمليه سهله، نضغط مسافه ويا رايت كليك بالماوس على الهب هني بالوسط، راح يسوي سيلكت للبونز هذيلا كلهم. نروح على بروبرتيز، نلاحظ هني في روتيشن على اول واحد نضغط صفر انتر، الثاني صفر انتر، الثالث صفر انتر، نلاحظ انه صار تي بوز. وعملية الكاركترايز مثل ما عرفنا ان بالديفاين هني نقول له ديفاين سكيلتون ديفاين، عشان نعرف البونز هذيله على هذه. مو كل مره، يعني عندنا احنا مثلا الاف الحركات من 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 ترو بونز مثلا، فبدال كل ساعه نسوي الحركه هذه نأشر على البون هني وندوس رايت كليك نقول له اساين، ونروح هني ندوس هني نقول له اساين. انا بعد ما سويت في طريقه افضل، طبعا مو افضل، يعني انت هذه لازم تسويها، البروسيس هذا لازم يصير مره واحده بس، بعدين تخزن هذا البروسيس هني. لاحظ انه موجود هني، اذا ضغطنا هذه راح نلقى، او هني نقول بالاديت ديفاين لود سكيلتون ديفينيشن. فهني في شغلات جاهزه هذي الآن. أنا مسوي هذا الـ BVH ويا الـ TrueBone. الـ BVH هذي أنا مسويها حق الـ، في عندي بون أنا خاص من الـ Motion Capture اللي عندي، فمسوي له بريسيت جاهز. هذا سويته أنا حق الـ TrueBones، الشخصيات أو الـ Bones بالحركات اللي جاية من TrueBones. هذه شركة تسوي حركاتها، فناخذ الـ TrueBones نقول له أوكي. نلاحظ هني ان كله صار اخضر واعطانا هذا اخضر، معناته كل الامور ممتازه. نقفل هني، لاحظ ان القفل هني مفتوح، نقفله علشان يسوي لنا كاركترايز. نقفله نقول له باين بيت. فهني نلاحظ ان في كاركتر موجود، والحين صار في حركه عندنا عليه.
مع ال تي بوز. شوف نلاحظ احنا اذا رحنا الحين على اول شيء نلاحظ انه ما في تي بوز ما خزناها احنا، مو شرط. اهم شيء انك انت تسوي تي بوز على الشخصيه وخلاص. فالحين شنو صار عندنا؟ صار عندنا على الشخصيه هذه حركه واحده اللي هي هذه. سوي الحركه هذه نقدر الحين شوف قوه الماي شلون انه ياخذ اكثر من حركه من ملف واحد. يعني الحين عندنا حركه واحده، الحين نقدر نحط لها حركه ثانيه، نقول له امبورت او نقول له ميرج. هني بالموشن بيلدر اسمه ميرج افضل، ونروح وين الترو بونز. يبقى أي حركة ثانية ميرج شنو. اوكي يبقى أي شيء نقول ميرج. لا مو ميرج، عفوا مو ميرج، ما اقدر اسوي اندو. المهم خلى هذه الشخصيه ما راح تروح معنا. نقول له امبورت موشن فايل امبورت، اني باي حركه ثانيه اي شيء. نقول له هني ميرج، هني نقول له ميرج، راح يسوي لنا الميرج، يقطها على الشخصيه هذه. هذه لان البونز مو متعرف عليه هو للحين، فراح يقط لنا على هذه. نقول له امبورت، والله قط لنا على هذه. قط لنا على الاخيره. اوكي خلينا نسوي من اول احسن. نقول له امبورت موشن فايل امبورت، نجيب هذه مكتوب لها هي بول ابول بي. اوكي نقول له امبورت، لاحظ انه موجود هني الحركه هذه قاعد يسحب حبل واضح. الحين لازم نسوي له كاركترايز، قلنا المسافه ورايت كليك على الهب، وني هني بالبروبرتيز روتيشن حط صفر صفر صفر، سوى لنا اياه. الحين نضغط ديفاين سكيلتون ديفاين، نقول له هني امبورت التمبلت مالنا تروبون. لازم نضغط كذي على هذا، نقول له تروبون جاب لنا اياه. نقفل هذا ونقول له باي باي بيت. الحين سوى لنا اياه حركه واحده اللي هي بول بي. اوكي نجيب حركه ثانيه، نقول موشن فايل امبورت اي حركه ثانيه، نقول له ميرج، نقول له امبورت. لاحظ قطلنا اياها على نفس الشخصيه مالتنا جاي يلعب ملاكمه. نجيب حركه ثالثه موشن فايل امبورت ميرج، ميرج راح يدمجها مع الحركه هذه على الشخصيه هذه. الشخصيه هذه قاعد يرقص. اوكي الحين عندنا ثلاث حركات صارت على الشخصيه هذه. ممكن نشوفهم من هنا. تيكس كاهم هذيلهم بالتيكس اللي يتخزنون ايبل وبوكسينج وبريك دانس، هذيل الثلاثه. فالحين هني مثل ما تعلمنا اخر مره ان نصدرها للمايا، نقول له فايل سيف كاركتر انيميشن، نحطها الحين حطيناها بالموشن. اوكي نقول له تيست فايف، لاحظ ان ثلاثتهم هني موجودين، نقول له سيف. الحين اذا رحنا على المايا نبي نحط على
كاركتر هذا. نشيل الهيد، ناخذ مره سوى لي مشاكل فيه، نشوف ريتارجت صح كلهم. اوكي 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 اوكي. فالحين نخفي بس الكنترول. الحين نقول له امبورت. الحين بنجيب الامبورت ضرب المايه هذا. اوكي نروح بس الحين انا ما نفتح المايه. نروح على الماية، نفتح الملف. اوكي نقول امبورت. نسوي داونلود حق ال امبورت. نروح نجيب الملف تناب موشن، نقول له هني اف بي اكس ضروري، نقول له هذه الاف بي اكس. اف بي اكس وين هم اف بي اكس؟ شالها. نشوف اللي قلنا له اول. هذه الفايف ما فتح لنا هذا، لازم نقول له هني اف بي اكس لازم عشان يفتح لنا الاختيارات ملوت ال. اوكي اذا ما لقيناها هني موجودة معناته شايل اللي هو البلاجنز. نروح على ويندوز سيتنج بلاجنز مانجر، لاحظ هني في اف بي اكس. اف بي اكس كاي لودد مو شايف انا. اوكي ريفرش، نقول الحين امبورت FBX. اوكي نروح على مكان FBX، ناخذ الملف اللي خزناه هني. الحين نقول له موشن بيلدر، ملف موشن بيلدر، نقول له اد اند ابديت. هني راح نلقى هني بالاكسترا اوبشنز راح نلقى الحركات اللي خزناها، هذه الايبل قلنا عليها والبوكسينج والبريك دانس. ناخذ البريك دانس مثلا، خزنها لنا هني، نقول له امبورت. الحين بالكاركتر مالنا هذا لاحظ انه هني هو موجود، نقول الحين اخذ كاركتر جديد اللي عليه الحركه. طبعا هني ما سوينا ايده مفتوحه لان ما سوينا اي كي للحين، اف كي، فبس نعطيه 10 هني صار اوكي. هني هذا في بق بس انه نقول له اساين. اوكي الحين نضغط بلاي، نلاحظ انه قاعد يرقص البريك دانس. اوكي خلينا نعدل هذيله بعد، نخليهم فولو. اوكي وهذا اوكي ريبلاي.
اوكي هاي الحركه الاولى. اذا بدي بحركه ثانيه نفس الشيء نقول له امبورت من نفس الملف بدل بريك دانس نقول له ايبل يسحب الحبل. نلاحظ الحين راح تحول المفروض سوى اد المفروض هين نقول له هني كاركتر يعني انيميشن مو قوي وايد يمكن مع حبل اذا نحط حبل راح يبين اوضح انه قاعد يسحب حبل او قاعد يسحبونه بحبل. الحين نجيب الحركة الثالثة يعني المقصد انه تقدر تجيب كذا حركة بوكسينج الحين نقول له كاركتر يعني هذه الطريقة يعني يمكن الحين ما يبين واضح لأن الريت فريم عندي مو 25. المهم هذه هي طريقة دمج أو مو دمج إن نجيب الإمبورت اللي من ملف واحد نجيب كذا حركة. فهذه الحين عاد الحين لازم نشوف الفلويد طبعا موضوعه يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا هلا. أخيرا قدرنا ندخل مع عبد الله. والله مشتاقين لكم يا ابو نواف. يا هلا يا هلا حياكم الله. يا هلا. ما ودنا نقطعكم. تفضل. حياك الله. بس احنا ما في شيء حطينا فكرة بس بالبداية عن الموشن بيلدر شلون ممكن تحط اكثر من حركة بملف واحد وبالماية تفتح نفس الملف تاخذ منه كذا حركة تبي كثر اكثر يعني 10-20 حركة كيفك مثل ما انت تبي. فهذه الطريقة يسوونها حق تنفع اكثر شيء بالانريل. الانريل ما يودون يعني مثلا لوب المشية ما يودونها ملف لحالها أو الركضة ملف لحالها أو اللي يسمونها الأمبيانت اللي واقف مثلاً كي قاعد يتنفس لأن في حركات ممكن يكون لكل شخصية 20-30 حركة مختلفة. فما يودون كل الحركات هذه كل واحدة ملف. هو يصير أنك تودي كل حركة ملف. إنما بالشغل الصح إنك أنت تودي ملف واحد فيه كل الحركات وعارف أنت مثلاً المشية أنت مسويلها الأنيميشن وعارف إنه كم فريم فتبرمج بالأنريل تقول له أنا أبي المشية من الملف هذا من فريم كذا إلى فريم كذا الحركة الفلانية كذي. قول له ووك مثلا. طيب ابو نواف مع الانريال بعدين اذا صار فرصه ورينا الكلام يعني عملي افضل. والله انا دشيت والله يا ريت تصدق لان الحين انا الانريل عندنا مشروع فيه ان شاء الله يعني ابو دانسيا اعطانا سيناريو ممتاز تحب بركات انت اذا سمعته راح تحبه. فان شاء الله يعني ناوين يعني احنا قلنا نكون فريق كذي كويس هو عبارة يعني أنا قريت السيناريو كله تقريبا يمكن 4-5 دقائق بالكثير يعني حاول المطلق. طيب أبو نواف وصله 7 دقائق. حلو. بالنسبة للأنريال ترى عندي في ملف إن شاء الله أني أحاول أرسله لك موجود بالسي جي بير كل المؤثرات الصوتية اللي تحتاجها بالأنريال يعني صوت عصير صوت شاهي صوت أصوات مخصصة للأنريال بس وجودتها عالية. ممتاز. شنو تورنت؟ مرتبات نعم موجودة تورنت مرتبين جدا مرتبات ممتازة. أنا حاولت أشغلها يعني ما يحتاج نحن نقصها بال
اسمح برنامج الصوتيات. لا لا هي مش ملفات صوت، هي ملفات يقراها البرنامج، بس ماني عارف الطريقه للحين صراحه. سامي انت منتهي سامي خلاص، انت يبي لك ريفرش من البدايه لانها انت نسيت الاوديو اوديشن ناسيه. اي والله ابو نواف ايش سويت بمنخر ابراهيم؟ هو على اساس اليوم المفروض اي 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 والله بس ما وصلت معاه النتيجه الحين اوريك شلون وين النتيجه اللي وصلت لها انا. فالمهم ان الانريل ان شاء الله ودي انا اشتغل عليه، انا دششت عليه شخصيه وحركت الشخصيه فيه، ويعني شفت توتوريال وايد حلو يعني وتبعته وعرفت يعني فيه شغلات حلوه يعني، فان شاء الله بنسوي مشهد فيه مشروعنا الجاي، بنسوي مشهد فيه اللي هو مثل غابه صغيره كذي وفيها ورد وفيها شجر وفيها يعني هالسوالف، نحط يمهم غدير ماي كذي والسوالف هذه. فان شاء الله راح نتعمق فيه بشكل موسع يعني ان شاء الله. يا ان شاء الله. فخلينا نفتح الحين ملف بركات، ملف ابراهيم اللي هو المبخر. جربت بالفلويد ابو نواف قبل شوي على مبخر ابراهيم بالماية. ايه ابو نواف انت جربت تخلي احد يشارك الشاشه معك ولا لا؟ شلون في طريقه؟ والله انا شاك فيها يعني اقدر طريقه صارت، بس نبغى نطبقها بس للمعلومه اذا كان على السريع. بس شوف عندك على الاوبشن فوق ايه شير سكرين عندك انت ابو نواف شنو بس تجربه شنو بوز شير ولا لا مو بوز شير بالاوبشن؟ بالاوبشن تلقى فوق مكتوب عندك ستوب شير سكرين او ستوب شير عليها علامه حمراء الظاهر او شيء. لا في اند ميتنج العلامه الحمراء. لا لا خلي اند ميتنج فوق فوق. اي فوق بالاوبشن بالمور مكتوب مور ولا بالاوبشن وين؟ الاوبشن ما في عندك او فوق بالاخضر هذا حاول تطلع العلامه اللي فوق هذه توسعها اللي فوق اليو ار العلامه اللي فوق. اوكي اوكي اظهرت خياراتها Share computer sound optimize for all full video zoom output فوق اوكي هني في مال مايك ويما start video وهني participate new share pause share فيه وقفها وبوريك وش اسوي انا من عندي. اضغط شير سكرين تطلع شاشتي. يلا اوكي بس تجربه سريعه دقيقه بس. يلا يلا اوكي ظهرت معك شاشتي ولا لا؟ ظهرت صورتك. دقيقه خرعة طلعت؟ لا ما فيش. دقيقه انا مسويها ذاك اليوم مع واحد من الشباب. ايوه هو يصير اي اوكي اوكي هذا ستارت سكرين شيرينج خلاص. اي واحد من الاعضاء تبغى يشارك هذه الصوره انا طبعا سويتها بالفلويد. اي حلو حلو شغل البلاي خلينا نشوف. ها هذه صوره اي هذا بس غيرت اعدادات هذا البلاي على السريع تستطيع. اي يلا اوكي اوكي بس انا سويت ريندر بس سريع سويت اسمه كاش سوي لها كاش احسن. سويت كاش سويت على طول ريندر اي بي اي ها سويت كاش. ريندر اي اوكي اوكي شوفه موجود ولا لا. والله حلوه هذه سالفه الشير. لا ممتازه هذه تخلي اي والله افضل. اي والله واحد عنده شغله يبي يسويها. شوف ابو نواف انا عارف عاد كيف طلعت النتيجه اني غيرت الاعدادات على الاعدادات الاولى الموجوده. فاين ساوند ليش يعني انا مصدره غريبه ولا يكون ما خلص الريندر الاثنين. اشوف يمكن اذا زيرو وخرها شوي خلينا نشوف اذا زيرو بعده ما خلص. اي بعده ما خلص ريندر. فوق اصعد راح تلقى الملف زيرو السايز ماله زيرو الحين بعده ما خلص قاعد يعمل ريندر. اي قاعد 200 خلاص انت شارك الشاشه انا شوي اذا خلص اوريكم اياه. يلا اوكي اوكي الحين انا بعمل ستوب شير انت خلاص
اي اوكي الحين اسوي عندي هذه. اوكي حلوه والله، حلوه حلوه جميله. طبعا ابراهيم يبي، انا فهمت فكرته صح، انت اذا حطيت مبخر بنص الغرفه تلقى يصير عندك، خاصه اذا حطيت قطعه بخور ثانيه يعني، اول شيء ينتشر السسمه ويصير هيز، احنا نسميه الهيز بالعالم الاضاءه، يصير عندك في، انا عندي ماكينه شاريها تسوي لي الهيز هذا، فيعطيك بالتصوير شكل حلو يعني مثل غيم واقف كذي. فالمبخر نفس الطريقه يسوي لك يسوي الدخان واقف كذي، والمبخر نفسه هم يطلع اسمه، بس ما قدرت اسويها بصراحه يعني، في لها طريقه، انا شفت طريقه لها انما طويله وما حبيت ادش فيها يعني. فهذا اللي قدرت اوصل له، ان نفس هذا حطيت له بس تيربلنس، طبعا سريع لان الفريم ريت مو اوكي، بس انما هو ممكن يصير يكون ابطا من كذي يعني. فهذه هي طريقه يعني حطيت له بس تيربلنس. شوف خلنا نسوي ديليت، اي لان مسوي له كاش، انا نلغي الكاش، نروح على الافكس، ديليت كاش. طبعا هذا في بعد شيء هنا، شنو هذا؟ هذا شنو؟ اي انا معدل عليه وايد شغلات، خليني اجيب الملف. هذا المبخر طبعا انا شفت اللي سواه ابراهيم، يمكن يعني 90% صح، انما في شغله واحده اللي هي لازم كان يسويها، اللي هي هني فلود الاميتر، وهنا ولا بالشيب، انا الحين يعني ما تعمقت فيه اكثر، انا مره كان في شغله كنت ابيها منه تعمقنا فيه شويه بس بعدين نسيته. هذا مثل الهوديني. اذا بغيت شيء كذي تروح حق الهوديني، يعني شيء جانبي. هذا الكاش اي هني اللي هي البيسك ايميتر اتريبيوت، يعني بدل تحطها اومني حطها فوليوم، بس هني يصير لك ال يعني الحين خلينا نغيرها نسويها اومني، بدل سوي عليها كاش نشيلها، نسوي لها ديليت كاش، يلا مو مشكلة. الحين شوف شلون الكونسبت ماله تغير شوية، شوف الأمني صار صغير، خل نرده فوليوم، ها سوري لان ريل تايم مفروض بلاي افري فريم. هنرجع اذن الى الاومني،
لحظة شوية شوف تليفون. ألو. عليكم السلام. يا هلا يا هلا بيك. الله يسلمك يبارك فيك. يا هلا بيك. لا لا حياك الله. يا هلا بيك يا هلا بيك. اي اي لا اي نعم. والله انا الحين قاعديون في ناس قاعد يشوفون الحين ناطر يشوف بعد اي بعد رمضان نشوف بعد 310 لا قليل بصراحه. اي لا اقول احنا يعني السوما انا عارف ان السوق يعني تعبان انا عارف انما يعني انا مو مستعيل عليه عرفت انا مو مستعيل عليه وناوي ابيع يعني خلاص يعني لان انا شايف كان قال لك حامد انا شايف في شقه بشتريها يعني فاي ومو مستعيل يعني مو مستعيل حط لي اعطاني ياني السعر هذا اوكي ما ياني يعني ما راح ابيع عرفت يعني 300 ابو نواف ابو نواف ابو نواف قاعد يتكلم في الجوال اي بس الشاشه مشاركه عندكم انا اعلق جهازي شوي. ايوه مشاركه لا لا الشاشه مشاركه شاشه ابو نواف صح اي نعم خلاص اشتغل معي ايوه اي نعم بس فرق يعني 20,000 مو شويه عرفت يعني اي يعني اي يعني يعني حتى لو يبي يرمم يبي شيء يعني يعني شغلات خفيفه كراكس ما كراكس هذه يعني اذا يبي انا اسويها له يعني عرفت مو بهالسعر هذا فيعني انت فاهمه انا عارف ان السوق نايم هاليومين انا عارف هالشيء هذا بس انا مثل ما قلت لك انا مو مستعير يعني اذا ما جاب لي 330,000 ما راح ابيع بصراحه يعني هذا اقل شيء انت تدري انت عارف انا شكر كنت حاط عليه يعني يمكن قال لك حامد اي يعني مو اقل من يعني مو يعني كنت حاط 380 وين نزلناه وين يعني 50,000 مو شويه يعني عارف السوق انا بمشي مع السوق يعني عرفت يعني بمشي بتكلم بالمنطق يعني اي يعني ارزاقي صحيح الله كريم ان شاء الله اي والله اوكي مشكور عبد الله مشكور حبيبي مشكور جزاك الله خير مع السلامه الو ايوه شباب اي معك انا لو بسوي لك كاش احسن المهم هذا لو بسوي لك كاش افضل لان نفس وقت الكاش هو وقت الحين نقدر نقلل شوية عشان السرعة شوف الامني مو اوكي سوي فوليوم فوليوم افضل نقلل شوية الريزوليوشن هذا الفاينل اللي نحط 100 هني البيز ريزوليوشن بالفلويد شيب يعني بالفاينل اللي نحط 100 او بالتستنج لا سوي يعني 25 10 يعني شيء بسيط عشان لا ودائما سوي كاش لانه افضل نفس سرعه الكاش نفس هذا فندشني ان كاش كرييت نيو كاش ماي فلويد تقدر تعطيه هني وتخزن هني كل المراحل تقدر تحط كل المراحل بس ما يسوونها المهم تسوي ون فايل علشان لا يصير عندك ملفات كثيرة هني يحطون هذا حالته ون فايل بير فريم راح يسوي لك إياهم فريمات يعني إذا أنت عندك مثلا هني عندنا 440 فريم راح يسوي لك 440 فايل تنقلهم للرندر فارم علشان الكل يقرأ منها يقرأ منهم واسمه إنما تقدر تخلي ملف واحد نفس الطريقة نفس الشيء يعني الكل راح يقرأ من ملف واحد فهذه يعني شغله متروكه لك على حسب الرندر فارم وطريقه الرندر عندك فنقول لك كرييت لان انا مسوي واحد ثاني يقول لك اوفر رايد اوكي ريبليس شوف لاحظ انه صار سريع لان حطيناه 25 انما الشكل النهائي اوكي يعني
حلو في ان الارنولد يشتغل مع الفلويد تمام يعني كومباتبل 100%. هذا هو حين ترندر قصدي صار كاش سوينا الكاش وبنواف ما حطيت تربلنس حطيت صح؟ لا ما حطيت تربلنس هو في هو في شوية طيب ما حطيت ظل الدخان نفسه؟ لا هم ما حطيت يعني شوفوا الحين حتى بالرندر لازم ندش على الرندر يعني علشان يعني نفس اعدادات شو اسمه الفلويد نفسه يا ابو نواف اي نفس اعدادات الفلويد تعطيه الشادو ماله اي تقول له ابي كاستنج شادو صح هذه بمرحله الرندر اي ضروري ضروري تسويها يعني طيب لعبت بالفلوسيتي يا ابو نواف لا يعني شوف انا اقول لك انا طبقت من توتوريال اوكي اللي هو تعبث او يعني تطرق ل شغلات بسيطه يعني الفلويد شيب هني زاد هذيلا 10 10 10 و يعني لاحظ ان هني هذيلا كله دايناميك شنو بعد جرافيتي ما جالس نفس ما هو هني اوكي ايه الليكويد ما له علاقه الاوتو ريسايز سواها هذه سوا لهم كلهم تشيك علشان ياخذ الاوبسيتي للنهايه لفوق تقدر تقللهم طبعا تقلل الاوبسيتي ماله من وين ما ادري الدنسيتي الدنسيتي خلاها 0.5 هذيله هذيله السيتنج شوف الفلوسيتي عندك والتربلنس اي بالفلوسيتي ها طيب ابو نواف ليش ما خليته يتصادم مع البخور نفسه يعني الدخان يتصادم مع شنو؟ يصير كولايد نفس المبخر يصير كولايد مع الفلويد مع المبخر هني قصدك انه ما يدش معاه عليه نعم ما اعرفه ما اعرف شلون اتوقع انك تحدد المبخر وتروح لل الافكت او اظن بالافكت موجود فوق قصدك الكولايد مال هذا هني في كولايد هذا بالان كلوز لا كولايد نفس الافكت شوف طيب شوف الفلويد يسار ما فيها كولايد ميك كولايد واختار المبخر نفسه وخليه كولايد اوكي انا اخترته اعطيه كذي خلينا نشوف اتوقع أنا لا لا نوني طيب روح الافكت ابو نواف حدد الاثنين روح الافكت افكت إيه تمام على سامي ابو نواف صح على سامي حدد المبخر مع الكونتينر شفت كذي كذي نقول لك كولايد خلينا نشوف نقول لك لا اوكي اوكي يا سلام عليك يا سامي لا عيد الكاش يطلع طلعات يطلع طلعات يطلع طلعات إيه لازم عيد الكاش صح اي خلينا نشوف بس كانه اوكي لا لا لازم عيد الكاش صح ابو نواف شوف شو اسمه لا اله الا الله الفلوسيتي شايف عندك الاكس والواي والزد تقدر تغير اتجاهات يعني سرعه هذه نفس السياره بالفلوسيتي اي هذه هني ها اي اي يرتفع اكثر ترفع الرقم يعني السرعه هذا هني خلينا نحطه 3 خلينا نشوف يرتفع اكثر حلو والله حلو حلو معلومات حلوه بصراحه لحظه خلينا نشوف اي طيب اي اوكي تحت ممكن لو حطيته بالسالب ممكن ينزل تحت يصير زي الجاذبيه يصير ينزل اتوقع انا ما ادري يعني ياخذ يلا خلينا نجرب يلا يلا نجرب اوكي نزل والله نعم. نزل بس لان كولايد هذا اي فصار داخلي اي اوكي والله انزين ننشره خلينا ننشره كذي معناته ينتشر لحظه خلينا نقول خلينا نخلي واحد اوكي الاكس والواي ينتشر اي خلينا نشوف خلينا نجيب لان هذا اللي يبي ابراهيم ثلاثه هني ثلاثه هني حلو 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 يروح للزد الحين كثير ها يروح للزد الحين اكثر شوف راح ورا هناك لف الكاميرا لا اوكي توزع 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 على الكل يعني يا صوبنا وقاعد يروح من هناك شوف اي اوكي والله هذا الصح هذا الصح بس يبي له ينتشر اكثر
جرب السورل ابو نواف. السورل وايد سورل اثنين خليه اكثر يعني. ما ادري والله ماني عارف شو وظيفتها اصلا. السورل اللي يسوي مثل تموجات بالدخان يعني موجه اكثر. طيب شكل تربنا برضو. وفي نويز هنشوف النويز بعد. بس ودك انه يطلع صغير من تحت يعني، بس ماني عارف كيف نخليها. لا هني هذا تقدر تصغره. نواف تقدر تعطيه مفتاح حركة نفس الدخان حيث انه بالبداية يكون صغير بعدين ينتشر. لا هني تقدر تصغر الفوليوم هذا، اعتقد يتصغر يصير اذا تصغر. مع مفتاح حركة، مع مفتاح حركة ابو نواف. اي ممكن. بالبداية اول ما ينبعث يكون صغير على اساس يطلع على فوق. تخلي الواي قوي جدا للواي فوق. اي اوكي اوكي يعني هني احط الكي وهني ازيده زيده واي كذي خلينا نشوف شو يصير. هنصعده بعد هنشوف شو يصير. اوف. لا وايد ابو نواف السوريل ممكن يسوي مشكله. لا اعتقد حتى هذا خربنا. لا 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 انا كبرته وايد اوفر سويته. المفترض ابو نواف تثبت مفتاح حركه ثاني قبل المفتاح الاخير هذا، يعني انسخ مفتاح الحركه الاول حق الصغير قبل المفتاح 60. اي اي سويته سويته. شوف الحين في كي رقم واحد وبس اخرته شويه علشان نشوف ال لا صعد فوق صعد الشيء الثاني اختفى اللي تحت. اي لا اذا نزيده شويه هني وننزله شويه. والله اول كان كويس معك اول، يعني اول ما بدينا نلعب بالفلوسيتي كان كويس. يعني اوكي حلو حلو بس باقي تصغير شوي من جوا يعني بس اول ما يطلع. يعني هذا نصغره شوي صغر زياده مره. كان طوله شويه نخليه يطلع بسرعه يمكن. ونواف انا فكرتي كان ودي الكونتينر يظل ثابت 100 فريم على حجم الاول، يعني تنسخ مفتاح الحركه اللي بالصفر. اها اها فهمتك اوكي فهمتك فهمتك. اساس ياخذ حق من الوقت بعدين عادي ينتشر. بس تصدق شوف في علاقة بين إذا صغر قاعد يصير قاعد يصير شوية اسمه البارتيكلز البارتيكلز شوية. فخلنا نخليه 1000. ممكن أنت أعطيته مفتاح حركة. الحين حطيت بس الأج. أوكي أوكي كذي صغير. إيه رجع الحين خلي هني هم 1000. كذي اوكي والله حلو كذا. لو يظل كذا بس حلو يعني بدون المفتاح الاخير. ايه فهمتك. يا سلام حلو حلو جدا. ايه اوكي والله يعني. طيب الافكت ابو نواف الويند ينفع تضيفه من الافكت تاثر اتوقع اي اكيد كل الفلويد يتاثرون بال فيه. بس نبي ابي ازيد انا بنحط 3000. يا سلام
أيوة. ولو ما في شفافية تقدر تعطيها مفتاح حركة صح؟ شنو هي؟ شفافية الأوباسيتي. الأوباسيتي إيه هو الحين لأن ما عليه مثل ما قلت أنت الشادو للحين ما مو محطوط عليه سيلف شادو، أعتقد فيه هني موجودة سيلف شادو. لا بدون الشادو موجود أوباسيتي الظاهر بنوار. إيه طبعًا إيه أنا هذه هم لعبت فيها الأوباسيتي، هم التوتوريال اللي شفته لعب بالأوباسيتي مالت الشيدنج هني كاي هذه في فوق ولا لا في هذه وفي هذه في الأوباسيتي هذه نزلها هني شوف هذه تلعب بالأوباسيتي حطها رام ما تجي لي في غير اللينير رام مثلا ولا هي الحين هي تقريبا لينير رام يعني بين من الصفر الى فوق يعني نقدر هني نلعب فيهم بالنص مثلا اتوقع ابراهيم يبغى كذا يا سلام اي بس اوسع بعد على طول الغرفه يعني ويوقف يصير هيز شوف الحين قاعد يصير هيز واقف تقريبا يعني انا عندي فكره تسوي كي فريم لجرافيتي ويند جرافيتي في الاول يطلع وبعدين تسوي كي فريم على اساس انه بعدها ينزل لحوالين الارض الفيلوسيتي اللي مساع دشينا عليها الفيلوسيتي يصير خلينا يصير خلينا نجرب الحين على الفريم الاول هي نخليه يصعد أسرع ثلاثة مثلاً. خلينا نشوف. أوكي. بعدين أعطيه بالسالب عشان ينزل شوي. الحين نعطيه لهنا. بعدين من هني نعطيه سالب ثلاثة. راح ينزل كذي ما راح يصير فوق في شيء. سالب ثلاثة أعطيه مثلاً قيمة صغيرة أبو نواف. جرب الحين اوكي الحين بدا ينزل ابو نواف ينزل من البارتكل اللي قاعده تنبثق من تحت صح اللي فوق ما ينزل اللي فوق نحط له نقدر نحط له فيلد جرافيتي نزله ايوه صح ممكن اوكي اذا خلينا نلغي هذا نخليه هذا عيل بريك لا سويت انا هني نقول له اخر مفتاح حركه بس اي هذا بس اي اوكي بس نتاكد اوكي مثلا هني حط له فيلد جرافيتي ودراج ها الدراج لا الدراج ما نبي الدراج تدري شنو وظيفته الدراج مثلا يصطدم بشيء ويوقف او بطيء يصير دراجينج فالحين لحظه هذا كم الحين محطوط بس لازم نزيده الحين نشوف نجرب بس الحين ما في عليه تاثير وايد في عليه تاثير شويه اذا حطيناه صفر نحط صفر لجرافيتي اوكي قاعد يصعد فوق هني نحط كي نخلي هذه ماينس 100 وغير مكان الجرافيتي ابو نواف بنص المبخرة بالضبط اساس ما ينزل زيادة تحت ما نزل اتوقع لازم نسوي له كيوب هذا الجرافيتي لازم نقول له كيوب علشان هني نقول له كيوب ونزيده نزيد الرينج ماله داخل صار اوكي ما نزل
ما نزل من شنو؟ طيب جرب السالب على أساس ينزل، ما ينزل بالسالب جرب. انا قاعد انا قاعد احط الماجنتيود، ماجنتيود ما له علاقه، ماجنتيود ايش صفر اصلا؟ الاتجاه اجل يعني؟ لا اي القوه، هذه القوه، القوه ما لها علاقه بالسالفه الحين، الحين هذا لازم يصير 100. لا كان 9.8 ابو نواف. لا خلى 100 عشان يبين عندنا السسمه. الحين الحين هني بالدايركشن هني نعطي كي صح، كي بس لازم هني واحد اول نعطيه كي انه قاعد يصعد فوق. شوف صعدها بسرعه، خليه صفر، خليه صفر، خليه صفر الحين هني. ايوه هني صفر كي، وهني بعد شوي نعطيه ماينس، ها ماينس 10. والله كثير قليل تلقى. شوف الحين وصل اوكي نزل والله. حلو بس خلي ايوه خلي المسافه الطبيعيه علشان المسافه بين الكفرين خليه سالب 2. سالب كم؟ 2 او 3 كثير 10 وايد 10 والله شوف انها كثير. انا سالب 2 قاعد ينزل اسرع بالعكس. ها او تبي شوي شوي؟ اوكي خلينا نجرب. اوكي بس انت شايف بتهيالي انه لما يبي ينزل نسوي افكت لفيلد ثاني. فيلد ايش اسمه؟ مثلاً اللي يخليها ها اسمه نسيت اسمه تيربولنس، خليه ينتشر. ايوه تيربولنس، تيربولنس عشان ينتشر بالضبط. اوكي معناته ناخذ هذا نفس الطريقه، نقول له فيلد تيربولنس ونقول له نفس الشيء، اعطني اياه كيوب. نكبر ونزيد الماجنتيود، هذا صفر اتنويشن الماجنتيود. خلنا نشوف وين بنحطه. اوكي هني نخلي لكي، نمشي شوي. ابراهيم الحين يجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخباركم يا شباب؟ يا هلا يا هلا. أهلا محمد. أوكي شوف تيربولنس إيش سوى. بدأنا نوصل النتيجة الحلوة. أيوة صح. صح بس شوف خذ يسار ما يمكن من الفريكونسي. سامي ارسل لابراهيم بالواتساب لانه يسال الميتنج خلصت ولا لا وما هي خالصه تقريبا الحين. هذا الحين كل ساعه يطلع لي مسج انا الحين هذا بال تدري ابو نواف كذا الميتنج تصير قليل. هذا ابراهيم جاي. يا سلام ابراهيم شايف. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد. حياك يا مستر إفكس، هذا لعبتك. شوف شوف لعبتك هذه يا إفكس. حبيب الله يسعدك. أبو نواف. نواف. هلا هلا إبراهيم. شوف أبو يزيد يناديك. إيه. لا لا أقول أبو نواف تسوي تراجع توري النتيجة اللي قبل لعبنا هذا. إيه. كانت أجمل. نلغيهم هذيلا يروحون. خلاص. ونواف ترى انا اعذرني الحين بس وصلت ف إيه لا لا عادي حبيبي مسجل كل شيء مسجل لا تحاتي. حلو ممتاز جو هيد. ابراهيم ترى سوينا تصادم مع المبخره بعد والله طلع بركات اخبر مني بهالسوالف صراحه. لا ما عندي شيء يا رجل. والله بركات
حارك من زمان. لكن مشكلته داعشي يا اخي. يبي لنا واحد تبي احنا حمايه. يا بركات ما في بركات ما تريدوا في داعش منتير عندكم ولا شيء؟ حصل شيء ولا شيء؟ لا لا وين رايح؟ حمزه يا شو السلام يا سلام على ابراهيم شلون ما شاء الله والله ممتاز صراحه. هذا ترى لو بولي بعد لو ريزوليوشن يعني حد زين يا ابو الفيد شلون ابراهيم؟ وايد وايد يعني يعمل كثافه فوق يعني فيصير فيد شويه يستوي. شوف احنا نقدر نحط تونا حطينا سيسما تعال اذا رفعنا الحين نحط عليه الفيلد مال التيربولنس ونقول له نبي كيوب ونرفعه فوق. ليش احنا قاعدين نسوي شيء الحين هني نقول قوته خلينا نخليها 200 نرفع الكيوب فوق فيصير بس يوصل لفوق يصير تيربولنس هني بالطريق بالمكان هذا يصير تيربولنس ينتشر اكثر ممكن. ايوه شفافيه اكثر بعد ابو نواف فهمت عليه؟ اي يبي له شفافيه.